يدرج المسؤولية الانتخابية ويحد من استفادتها التجارب الانتدابية. قائدة الأمل كما تلاحظوا كاين قائدة الأمل وكاين كذلك الاسم بالأمازيغية، علاش اللغة الأمازيغية؟ لأنها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. في المنتدى الرجاوي الشباب الفاعل عملنا على أساس أن أحد محطات تكون كاملة باللغة الأمازيغية. يمكن وجدنا صعوبات في ما هو لوجيستيكي، ولكن مستقبلا نعمل على أن تكون على الأقل محطة أو تكوين كامل باللغة الأمازيغية. هذا ما يميزنا كمغاربة، التعدد الهوية ديالنا كعرب وكأمازيغ. ممارسة الأدوار ديالنا كمجتمع مدني فضيل الدستور ديال 2011 اللي بوئنا واحد المكانة مهمة خلاتنا نساهموا ونكونوا متتبعين ومشاركين في السياسات العمومية. وقفنا على مجموعة ديال الأمور اللي تخص مشاركة النساء في الحياة السياسية. من هنا سنعمل على إصدار نداء بني ملال اللي غادي نأملوا فيه على تقوية مكانة المرأة في الحياة السياسية، لا داخل الأحزاب السياسية وداخل التنظيمات السياسية ولا داخل المؤسسات المنتخبة سواء البرلمان أو المجالس الترابية. في إطار صندوق دعم وتشجيع تمثيلية النساء، اليوم هذا التكوين كينظموا المنتدى وجمع فيه مجموعة من الأطر لتكوين مجموعة من النساء الفاعلات المتواجدات في المجالس المنتخبة لأجل يعني مشاركة تجارب ويعني وتواجدهن من داخل مجموعة من الورشات التكوينية والتأطيرية التي تهدف بالأساس إلى يعني عرض مسار تاريخي للمشاركة السياسية النساء في المغرب وتقوية قدرات النساء ويعني وفهم مسألة التمكين السياسي لأجل المساهمة في صناعة القرار وتمكينهن أكثر وأكثر في وطن نحتاج فيه للنساء دائما. اليوم نعطي انطلاقة مشروع ديال قائدة الأمل، هذا المشروع الذي يندرج في إطار شراكة بين المنتدى الجهوي للشباب الفاعل ووزارة الداخلية عبر صندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء. هذا المشروع الذي سيمتد لمدة 6 أشهر سيساهم في تأطير ما يزيد 300 ديال النساء ينتمون للجهة عبر تكوين المكونين الذي سيكون بتاريخ 3/4/5 فبراير. كذلك ستكون هناك قافلة جهوية ستجوب مختلف الأقاليم والجماعات من أجل التأطير والتكوين وتحسيس النساء بأهمية المشاركة السياسية، على أن يكون كذلك أكاديمية سياسية للنساء. وفي الختام للمشروع سنعمل على إصدار دليل الذي نأمل فيه أن يكون خارطة الطريق أو يكون مرجع يسهل عملية انخراط المرأة في الحياة السياسية.